عندي صديق لبس عليه أخلاق عالية، ضحاك شلويش عالمي، يعني صديق صديق. تقاسمنا الطريق تقريبا كما نقولوا 700 كيلومتر في الكهرباء، نحكي ونضحكوا وضحكته كانت إكزاجيري شوي، ليش ضحكة طبيعية معناتها كأنه يفرسي باش يضحك، كأنه يحب يقول السعادة قرار، أنا راني نضحك كذا. فسألته أنا عن حسن نية، قلت له هل تشكو من شيء؟ قلت له ظهرت لي ماكش عادي صديقي الحقيقة. قلت له أنا نعرفك قبل، اكزاجيري شوية، ثم حاجة توجع فيك حاجة. فانهمر بالبكاء، قال لي جعفر أنا كل شيء عندي الحمد لله، ويحكي لي وكذا، صف كو عندي أكثر من 3-4 سنين ما نتكلمش أنا وخويا. لاباس، قلت له. قال لي صارت بيناتنا مشكلة، أنا أكبر منه، سمعني الكلام وما خلى ما قال فيه، وعمل برش حاجات وجعتني بصراحة. إيش كيلي هو، ونسمعته نسمعته تقريبا ساعتين من الكيس نسمع فيه كيش حكيلي على أخوه. قلت له تحب تولي سعيد فعلا؟ قال لي كيفاش؟ قلت له طوى نقف في الكيوسك، تهز التليفون تكلم خوك تقول له ألو أنا راني شريك، وسمحني غبت عليك السنين هذا كل، أنا الكبير، أنا اللي ما نسويش أني ما قربت لكش، واللي قلت كل طاح الكف على ظله، نحب نقابلك ونحضنك ونكمل ثنية. جعفر قال لي لو كان ينبزني ويسبني ويقول لي بيك وعليك وكذا. قلت له قمة السعادة أنك نزلت على الفلسة ومشيت، هو من بعد يتحمل مسؤوليته، أنت طبش جيك راحة بال عمرك ما عشت في حياتك. فكان الأمر كذلك، أخوه كان يستنى وكأنه كان يستنى في المكالمة هذه، وأخوه طاح أكثر في النيفو، ريت الآخر طيح، الآخر طيح أكثر، قال له لا أنا الغالط، أنا الغالط وأنا اللي باش نجيك. السعادة لحظات، السعادة مواقف، راه ساعات تهزنا الدنيا وكذا، فهمني ولا؟ لحظة مع أخوك بالدنيا، لحظة مع أخوك بالدنيا تشوف أجر كبير برشا، لحظة مع أخوك بالدنيا أحكيه توا على الأم والزوجة وكذا. الأم ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، أمرد بالك في إطار السعادة بتاع الأم والبو، وأنا تعرف قصتي وقضيتي مع الأم، أنك تظلم الزوجة بدعوة أنه الأم هي فوق الكل، الأم فوق الكل، أما هذيك زاد الزوجة، وثم فصل هنا باش تنجم تعيش السعادة يلزمك تعدل، ما تظلمش بنت الناس وميت كذيك تعيش فوق الرأس حسب رأيي أنا. والسلام عليكم. جميل. الأخوات هز تليفون هز تليفون، قمت السعادة أطلب السماحة، أطلب السماحة وأنت مظلوم، وأنت مظلوم، قولوا سامحني نحكي لك على إنسان تحبه روا، لازم الواحد يطيح شوية. فما جملة شهيرة مثلش الجملة شنو تقول؟ تقول ميرسي بور لي روز ميرسي بور لي زيبين، شكرا على الورود وشكرا على الشوك. ظهر لي فما هي السعادة برشا أجزاء، كان فما فورمول ماجيك راه تتباع بملايين الدولارات باش الناس الكل تاخذها وتعيش سعيدة وكهو، فماش فورمول ماجيك، كل واحد وشنو بالنسبة لي السعادة، لكن فما حاجات متعارف عليه. أول حاجة هي الرضا، ميرسي بور لي روز ميرسي بور لي زيبين، أنه نبداو عنا أن كونتونتمون، نبداو راضين، خاطر كان تغزر ديما للآخرين والله العظيم باللي يكون عندك باش تكون سامحني ما تعيش، لازمك يبدأ عندك رضا بالموجود عندك وباللي منحتهولك الحياة. صحيح. حاجة أخرى، لازمك تبدأ حاضر 100% في الحياة اللي أنت عايش فيها. فما واحد قال لي مرة مشيت هبط تصويرة تاع كوشيت سولي، قال لي صح عليك يا أخويا تسافر أنت وعاد أمورك مريقلة، قال له هو بيدو راو في الهوارية أنت راك تتعدى منه كل يوم. صحيح. ولد الهوارية هو. قال له أنت راك تتعدى منه كل يوم، انت ما عرفتش كيفاش تغزل الحياه هذيك، على خاطر احنا نعيشوا ساعات السخط ونبعدوا على الرضا، نبعدوا من انه احنا فريمون مرتاحين. فما زاد جزء اخر حكى عليه جعفر واللي ظهر لي لازم ديما يكون متمم لرضانا على انفسنا، نجمش تسعد الناس واكهو وتكون ماكش سعيد، اتس نوت فير، مش عادل، موش عادل، لازم انت زاد تكون سعيد. حاجه باهيه العطاء، اللي عمره ما جرب يسعد الناس سعادته منقوصه على طول،
راهي فيها سعادة غامرة أنك ترى ناس من عائلتك ولا حتى مش من عائلتك ولا ناس قراب ولا حتى يمكن ما تعرفش أسميهم أسعدتهم. راهو ما جربتش الإحساس هذايا، ما جربتش السعادة الكلية، لكن منقوصة كان أنت زيادة ما تسعاش بقوة لإسعاد نفسك، خاطر نفسك عندها الحق عليك. أعمل الحاجة اللي تحبها، كل الماكلة اللي تحبها، اشري كعبة غلة اللي تحبها، كل الجلاس اللي تحبه، امشي اقعد في بقعة باهية، شم لهواء، شوف صاحبك عندك برشا مريتوش. سعادة راهي برشا حاجات، سعي دائم أنك تعرف نفسك باش تعرف كيفاش تسعدها، أما سورتو سورتو السعادة برشا رضا، برشا رضا. والمال اللي يصنع السعادة، ثم إنسان مثلا يقول لك أنا توي أخويا فالس ما عنديش فلوس، ثم شكون ما عندوش ساقين، خاطر كل شيء نسبي هو، وعندك فلوس أنت وما تتحركش، ما الفائدة؟ ثم شكون يقول معناتها أنا لا سافرت لا درت لا كذا، ثم شكون مشتاق يقعد تحت زيتونة فقط شوف الشمس، ثم ناس ما تخرجش للشمس، فهمتني؟ ثم إنسان حلم حياته أنه يتمشى، يتمشى فقط، يتنفس طبيعيا، يتنفس طبيعيا من غير آلة، حلم حياته أنه يسمع بابا ماما، يسمع صحيح. بابا ماما راهو كل شيء نسبي، السعادة نسبية، بارابوراكية بارابوراكوا نسبي، كل شيء مربوط بإيه بارابوراكي بارابوراكي. ياسر عجبتني برحمة لازم باش نعاود نغني إن شاء الله. برشا جعفر الموسيقى نتاع سبا، برشا سعادة اليوم الموسيقى جعفر عاود من لولو فيديتي إيه فازي سعادة نسبية. عمل طنداري نيت دخلت نسبية بالفرنسية شنية خنزيدة باش تضرب سي تخي غولاتيف اوكي اسكت بارابوراكي بارابوراكوا لو بونور سي لو بونور سي C'est très relatif. Le relatif. Le bonheur, c'est très relatif. C'est par rapport à qui et par rapport à quoi. Et que je l'ai fait, ils ont pas de droit. T'as tout même avec un peu. T'as l'air. والله العظيم مانيفيك، كيف بدها تحكي بالحق الموسيقى مانيفيك. كتمه تك صح سيد مغرش. اسمعني باش نهدي لك الاغنيه هذه كوتش عايشك جعفر. اه تو تقول لك في حاجات يهز فيك باش نعطيكم. طب باش نهديكم الاغنيه اللي انا تحكي عليها. في بالي باش تهدي لنا مساج هنا. لا لا غنيه 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 فيها مساج تحكي على السعاده. هذه اللي هو البونور اللي هو انسان سعيد. هذه سلمها في هذه شنو هي.